مسؤوليات الفريق. بالنسبه لهذا الانتصار كنا عازمين اليوم اول مقابله لنا في الميدان امام الانصار ديالنا، كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضي جميع مكونات الفريق وباش ناكدوا بها الانتصار اللي كان خارج الميدان. الحمد لله استطعنا اننا نفرض اسلوب اللعب ديالنا منذ بدايه المقابله، خلقنا عده فرص في الشوط الاول ما حالفناش الحظ. في الشوط الثاني حاولنا اننا نسرعوا من وتيره اللعب ونتقدموا اكثر الامام، خلقنا فرص عديده الى ان اتى الهدف. من بعد حاولنا اننا نكملوا في نفس النهج ديالنا واعتمدنا على التحولات السريعه، تأتوا لنا بها عده فرص ما استطعناش نترجموا الاهداف ونحسموا المقابله، ولكن في الاخير تيبقى انتصار. كنبغي نهني اللاعبين عليه وكنبغي نشكرهم مره اخرى وشكرا لك. بطبيعه الحال هذا القسم هذا تيتوفر على فرق عريقه عندها تاريخ وهي فرق مرجعيه، حنايا كنحاولوا اننا نلعبوا ماتش بار ماتش، ومع قادم الدورات ان شاء الله غادي تبين لنا المسار ديالنا واش عندنا طموح ان شاء الله الى ما كانش هذا الموسم المقبل، ماتش بار ماتش ان شاء الله يبان لنا شنو كاين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.